ترج الحمل اللي دائما نحن بنسميه الحمل الوديع باعتبار انه حنقول شويه صفات هو ابدا ما له علاقه بالوديع لانه حدا كثير عصبي كثير ضويج قائد بمحيطه يميل الى احقاق الحق لذلك هو بقى ما له علاقه بحكايه وديع يعني انه لطيف ابدا ما له هيك هو ذو السلطه يعني عموما الحمل ببين بين عشرة يعني دغري له هيك طلت قائد ملفت ما بيقطع اينا بيرسي مثل ما بنقول لا وعنده قياده ببين منور طبعا وعصبي جدا احدى الابراج الاكثر عصبيه هو يتبع للابراج الناريه بالمجمل وكريم جدا يعني يمتلك احد الابراج الاكثر كرما يعتبر انا بعتبره حمل اسد حوت من احد اكثر الابراج كرما فالحمل سنة حب وعواطف بالنسبة له وليست سنة عمل هلأ انا ما بدي اقول انه هو بالعمل سيء بدي اقول انه كوكب العمل اللي بيخص زحل هو كوكب عمله هو رح يدخل على مكان بالثالث ثمانية ثلاثة رح يدخل على مكان ما كتير مريح له بس بينجح بالحب بينجح بالحب وبالمال يعني هلأ بالله شو بده يعني احسن من هيك أحلى شغلتين على بعضهم وهو يعني حدا مرق بسنتين ثلاثة أربعة سابقين كان رئيس بشغله أو قائد بشغله هلأ السنة إذا كانت توجه شوي نحو العواطف والمال مش غلط يعني دخل بأشياء مثل ما قلنا هي سنة مفاوضات فيدخل مشروع جديد مشروعه الخاص يعمل شيء لقله يعمل مؤسسته مثلاً يدخل بشيء له علاقة بشهرته بالقيادة أنا بعتبرها سنة بتاخد العقل على صعيد الحب والمال هلأ المال من وين بيجي بالعمل بس بالنتيجة لا يعتبر سنة قيادة في العمل اللي هو أصلاً يعني بالأصل إذا افترضنا أنه هو قائد بعمله فهو قرر أنه ياخد مشروعه له صحياً ما عنده شيء سيء عنده فترة شهرين بين الرابع وبين السادس هدول شهرين شوي فيهم تعب بس شيء سيء ما عنده بالعكس أموره جيدة هذا العام نعم. تعتبر أحد الأعوام اللي هو رح يتذكرها أنا بعتبرها مثلاً عام ارتباط مثلاً عام ممكن يكون إيجابي على صعيد سفر إذا على باله ممكن يكون في عنده سفر